اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج اخبار البلاد. حلقه اليوم نتحدث فيها عن دور الشباب ليبيا في دعم واستقرار الوطن ولا سيما المنطقه الجنوبيه. الكل يعرف ان فيه قافله باسم بوادر الخير انطلقت من المنطقه الغربيه صحبه عدد من المدن في المنطقه الشرقيه قادمه الى مدينه سبها تحمل يعني أدوية طبية وشباب من جميع مدن ومناطق المنطقة الغربية وعدد من يعني المدن في المنطقة الشرقية. أرحب بضيوفي اليوم للحديث أكثر حول هذا الموضوع، سيد عبد الله عويدان رئيس اللجنة التسييرية لتشكيل مجالس الشباب في ليبيا. مرحبتين بك سيد عبد الله. اهلا وسهلا بك سيد عبد الله، ونرحب ايضا بسيد منير ابو حماري عضو مؤسس لمجلس شباب العجيلات. مرحبتين بك سيد منير. اهلا وسهلا بك وتحيه لك وتحيه لضيوفك عبر قناه الحدث الموقع. اهلا وسهلا بك. مرحبتين بك سيد احمد سنوسي رئيس مجلس شباب سبها. مرحبتين بك احمد. اهلا وسهلا بك. نبدا معك سيد عبد الله، طبعا انتم كمجالس الشبابيه في ليبيا خلينا نقولوا عدد من يعني المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه قمتم بارسال قافله تحت شعار بوادر الخير. قبل ما نتحدثوا عن الشباب وعن دوركم خلينا نحكوا على القافله هذه وشنو الهدف من الزياره هذه وتحديدا في الوقت هذا. تفضل سيد. نعم طبعا قافلة بوادر الخير، هذه القافلة أتت بمبادرة من شباب المجالس الشبابية، طبعا أتت تحت شعار ليبيا تجمعنا. هذه المبادرة نابعة من صفاء نية الشباب في المجالس الشبابية كمساندة ودعم لأهلنا وناسنا في المنطقة الجنوبية وتحديدا بلدية سبها عاصمة الصحراء عاصمة الجنوب. هذه المبادرة تحمل في طياتها العديد من الأهداف والمبادئ التي تنادوا من أجلها نخبة شباب ليبيا في المجالس الشبابية، مد صورة التواصل بين شباب المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية، كذلك إعانة أهلنا وناسنا في المنطقة الجنوبية. ولعل كل أهلنا في ليبيا شاهدوا ما عانوه طيلة الفترة السابقة أهل الجنوب من سوء أحوال اقتصادية وسوء أحوال اجتماعية وحروب عانت منها المنطقة. هذه القافلة حملت معها بعض من الأدوية والمعدات الطبية إلى مستشفى سبها الطبي كعربون مداواة لجروح أهلنا وناسنا في هذه البلدية. كذلك تخللت هذه القافلة تقديم هدايا لأطفال مركز سبها الطبي الذين يعانون من مرض السرطان وكذلك يعانون من أمراض مزمنة داخل هذا المستشفى كعربون محبة لهذه الأطفال. نعم. طبعا قافلة بوادر الخير انطلقت من المدن الغرب بالإضافة إلى المدن الشرقية، كانت معنا مدينة الجدابية وطبرق، مشاركة 12 بلدية في هذه الحملة. انطلقت مرورا بالشريط الساحلي وكانت الانطلاقة من بلدية الجميل، حيث كان هناك في استقبالنا مجلس شباب الجميل وأعيان ومشايخ الجميل، وكانت الانطلاقة إلى مدينة سبها من الجميل. نعم سيد منير، يعني دور الشباب خلال هذه المرحلة اللي هي تعتبر يعني مرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا اللي هي من أجل وحدة الوطن، من أجل التكاتف، من أجل يعني يدا بيد الشباب في ليبيا. يعني أنت عارف أن الظروف اللي الآن تمر بها ليبيا ظروف صعبة جدا، هناك فتن، هناك من يحاول أن يبث الإشاعات وغيرها. أنت في رأيك أن مثل هذه يعني المبادرات اللي هي إرسال قوافل من الأدوية حتى يعني بالحضور الشخصي، هل تشوف فيها أن هي مبادرة يعني تحمل رسالة قوية أمام من يحاول أن يزرع الفتن ومن يحاول أن يعني يقوم بتغيير الواقع ربما لظروف خاصة أو لكسب
مشاريع خاصة به، مثلا على سبيل المثال التوجهات السياسية تحاول أن تلعب على شباب، تلعب على يعني القبائل وغيرها. أنت كيف تشوف في مثل هذه المبادرات خاصة في هذا الوقت؟ بالطبع كلامك صحيح 100%. طبعا المبادرة هذه شكلا ومضمونا هي المضمون نتاعها اللي هي مد جذور التواصل بين المدن، وتعرف ان نحن عندنا السيد عبد الله يقول لك زميلي ان الشعار نحن هو يعني دعم المؤسسات بشكل واضح اللي هو مؤسسات الدولة وليست مؤسسات أخرى. الحقيقة الشباب اللي في موجودين في كل المدن الليبية يعانون من مشكلة اللي هي يعني التيارات السياسية جلبتهم ويعني تقدر تقول خلتهم عايشين في ضباب، يعني مش عارفين الحقيقة، وبعض منهم التجأ إلى يعني توجهات أخرى وبدأ يكرهنا إحنا، يكره أي شاب يعني في أي مدينة، يعني يعتبر أنه هو يعني مثلا على سبيل فأنت يعني ليس معي فأنت ضدي، هو يحسب فهك يعني. هذه مشكلة كبيرة. احنا قطعنا البادرة، قطعنا الموضوع القصة هذه وجينا من آلاف الكيلومترات زي ما انت تعلم، ووضحنا للعالم ووضحنا للليبيين الشباب الموجودين في كل المدن بأننا احنا قادرين اننا نوصلوا لأي نقطة في ليبيا، مستعدين نشاركوا في أي مكان في ليبيا، باش تعرفوا ان المضمون من المبادرة هذه بأننا احنا رانا اخوتكم واهلكم وناسكم فقط لا غير، واياكم ونحذركم، نحذر الشباب من الامن الاجتماعي، الامن الاجتماعي والثقافي. طبعا مشكله كبيره، ورد بالكم يعني من الاعلام، لان الاعلام راهو هادف وخطير جدا. شكرا. سيد احمد، يعني انت اليوم تستقبل في شباب من جميع انحاء ليبيا مثل هذه المبادرات، اعتقد انها تلملم الجراح وجاءت في خلينا نقوله في وقتها، يعني كيف تشوف هذه الزيارة المحملة بشباب من جميع أنحاء ليبيا من مختلف القبائل والتركيبات الاجتماعية في زيارة خاصة لمدينة سبها، لكن الزيارة أساسا للمنطقة الجنوبية، ولكن سبها كعاصمة للمنطقة الجنوبية، مدينة مستقرة، مدينة آمنة، بها جيش، شرطة، أمن، قضاء وإلى آخره. كيف تشوف في هذه الزيارات اللي تحمل معها شباب من مختلف مكونات المجتمع الليبي؟ يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. زيارة المجالس الشبابية على مستوى ليبيا هي زيارة الأولى في منطقة جنوبية وبالتحديد مدينة سبا، ونعتبر أن هذه الزيارة هي الخطوة الأولى لنجاح مستقبل الشباب للأفضل 90%. نقول زيارة عندها عدة أهداف. زيارة تعتبر عليه أن نحن الشباب بعيدا عن أي تيار سياسي أو تيار في جهات أخرى داعمة خارج ليبيا، لكن هذه الزيارة هي تبعث رسالة للعالم في جميع الأطياف وبالتحديد داخل الوطن أن شباب ليبيا شرقا وغربا وجنوبا تجمعنا ليبيا عامة. وهذه الزيارة من أصدقائنا وأخوتنا شباب من جميع المناطق، من المنطقة الغربية ومنطقة الشرقية، في زيارتهم أولى مدينة سبها. أكيد عرفوا كيف المعاناة اللي عانوا بها مواطنين في المنطقة الجنوبية من الاحتلال ومن العصابات الشادية ومن نقص البنزين ومن قصة الكهرباء. للأسف الشديد يعني مواطنين في المنطقة الجنوبية عانوا الكثير والكثير، وهذه المعاناة ستبقى بإذن الله في أبنائنا، نحكوها لهم كيف كنا وكيف أصبحنا بعد دخول القوات المسلحة العربية الليبية في الفترة القصيرة، وتم تحرير مدينة سبها ومن ثم مدينة مرزق ومن بعدها مدينة تلو الأخرى، وهذا شيء بفضل الله وفضل القوات المسلحة. وأكيد أصدقائنا في المجال الشبابية على مستوى ليبيا
نثق في هذه الزيارة هي وقفة جادة من أصدقائهم وأخوتهم في مدينة سبها لدعمهم بالمعنويا ودعمهم بجميع الأشياء اللي هم بإذن الله يقدروا يقدموها لأهل الجنوب وأهل مدينة سبها. وهذه الزيارة طبعا قمنا داخل المدينة في عدة جولات، منها قلعة سبها التاريخية، ومنها زيارة 2 مارس محملة بقافلة أدوية تم دعمها من مجال الشبابية في ليبيا، وأيضا قمنا بزيارة مطار سبها المدني لرفع المعاناة ولدعم شباب سبها معنويا. ونتمنى أن تكون هذه الزيارة في مبادرات أخرى تكون من المنطقة الجنوبية في المنطقة الغربية في المنطقة الشرقية، وإن شاء الله بإذن الله نحن شباب رسالتنا اللي بنوجهها داخل في ليبيا، نحن لا عندنا شرق ولا غرب ولا جنوب، نحن شباب ليبيا، تهمنا مصلحة الشباب وتهمنا هي ليبيا، وإن شاء الله ربي يهدي البلاد وإن شاء الله فرجها إن شاء الله. سيد عبد الله، يعني كيف تشوف في مثل هذه الزيارات للشباب وخاصة في هذا الوقت، يعني هل تشوف فيها يعني مواقف شبابية ربما يعني تحتاج لمدينة سبها لزيارات مكثفة سواء من شباب المنطقة الغربية أو شباب المنطقة الشرقية؟ هل حصل وكان فيه يعني زيارات للمنطقة الشرقية من قبل؟ يعني كيف هو يعني مجلس الشباب في ليبيا كيف يعمل؟ شنو هي رؤيته؟ شنو هن يعني برامج أو أهدافها في المستقبل يعني؟ نعم أستاذ حمدي، طبعا مبادرة تشكيل المجالس الشبابية لها عدة أهداف زي ما ذكر زميلي أحمد. الأهم في هذا الهدف هو توحيد جهود الشباب تحت مظلة اجتماعية شبابية موحدة هدفها مد جسور التواصل بين أبناء الوطن. لعل في الفترة الأخيرة طيلة السنوات الثمانية الأخيرة لاحظنا عزوف بعض الشباب عن المشاركة الفعالة في الملتقيات الاجتماعية الشبابية التي تهم الشباب، ولعل الشباب من خلال هذه الفجوة وجد عدة مسارات أخرى يتجه إليها أو يلجأ إليها، منها التشكيلات المسلحة، منها الانخراط في المجموعات الإرهابية، كذلك منها الفراغ الثقافي الموجود في المجتمع الليبي وعدم دعم الكوادر الاجتماعية ودور المؤسسات الثقافية في توعية الشباب. نعم كان هناك لدينا عدة لقاءات، لعل أذكر منها لقاء الكبير الذي جمع كافة شباب ليبيا في قاعة واحدة وكان بتاريخ 30/10/2018 الماضي، هو شهر أكتوبر الماضي من عام 2018، اجتمع في قاعة المهاري بطرابلس 120 شاب على مستوى ليبيا ممثلين في 93 بلدية. الهدف الأساسي كان في هذا الملتقى والشعار الذي رفع الشباب قوة سلام وبناء لا وقود حرب. نحن ندعو إلى سلام شامل يعم كافة ربوع الوطن. هذه الرسالة تنبعتها من الملتقى الذي عقد في العاصمة طرابلس وحضر شباب ليبيا، وكان الأول ملتقى الذي يلتئم فيه الشباب بكافة انتماءاتهم السياسية بمكوناتهم الاجتماعية بمختلف آرائهم وأفكارهم تحت كلمة واحدة، نعم لبناء شباب نموذجي يساهم في بناء الوطن. سبق هذا الملتقى ملتقى شباب المنطقة الوسطى الذي كان بتاريخ 23/3 في سنة 2018 والذي جمع 9 بلديات مشاركة في هذا الملتقى. والمميز في هذا الملتقى الذي عقد في بلدية زليطن برعاية مجلس شباب زليطن، الذي أحيي من هذا المنبر شباب مجلس شباب زليطن على هذه المبادرة، كانت الطاولة تجمع شباب مدينة مصراتة وشباب مدينة بنوليد على طاولة واحدة، وهذه السابقة الأولى التي حدثت منذ الأحداث الأخيرة التي مرت بها هذه المدينتين. فكانت لمسة وفاء من شباب مصراتة وشباب بنوليد والمدن المجاورة في المنطقة الوسطى أنهم كانوا حاضرين وتحت كلمة واحدة
نعم لبناء الشاب النموذجي المساهم في بناء الوطن. فأكيد كانت عدة لقاءات يعني يصعب أن أسردها، ولكن الهدف الأسمى والهدف الذي نسعى لتحقيقه من خلال هذه المبادرات الشبابية أن نجمع شمل كل الشباب تحت مظلة اجتماعية شبابية هدفها بناء الشباب وبناء المجتمع. أنا حاب نسأل منير، يعني كيف تشوف فيها القوة الشبابية في ليبيا في التأثير على المستوى الأمني والاستقرار الدائم في ليبيا؟ هل تشوف مثلا يعني الشباب لهم دور مثلا في استتباب الأمن من ناحية عدم المشاركة والانخراط في التشكيلات المسلحة المختلفة، وعدم المشاركة يعني في تنفيذ ربما سياسات أخرى؟ كيف تشوف أنت نظرتك للشباب اللي هم القوة الشبابية الكبرى العظمى في ليبيا والظروف الأمنية ومشاركة هؤلاء الشباب في هذه الظروف؟ يعني أولا بنقول لك طبعا تحية، شكرا على السؤال الذكي. أول حاجة، الأمن هو مسؤولية تضامنية اجتماعية، وكل فرد يعيش على هذه الأرض مسؤول على الأمن، سواء كان شاب أو طفل أو كبير في السن أو مرأة. فالمجتمع اللي نعيش فيه إحنا هو مسؤول على الأمن، يعني تعاون المواطن مع أجهزة الدولة هو يعتبر أمن. والأمان هو الشعور الداخلي، والشعور الداخلي هو الذي يبني البلاد. يعني كيف يبني البلاد؟ يعني نشعر إحنا بالأمان فتحدث تنمية اقتصادية، والتنمية الاقتصادية هذه تجلب الشباب في العمل وتحقيق التنمية الحقيقية في المجالات، جميع المجالات. فهنا أجهزة الدولة تستريح شوية وتبدأ تأمن فيها أشياء، يعني بدل ما كانت تأمن 90% الآن تصبح يعني 25%، قل الجهد يعني. فنطلب من مؤسسات الدولة إذا كانت تشاهد فينا توا، وخاصة بين قوسين الجانب الاقتصادي، نقول لهم ديروا مبادرات اقتصادية وادعموا رجال الأعمال، ادعموا الشباب حتى يقوموا خلال البرامج اللي خاصة بريادة الأعمال، يعني ريادة الأعمال والطاقات المتجددة. صحيح، كان موجود في أكيد الطاقة. أكيد في، ويدعموا الشباب، ومن خلال هذا الدعم سيتم العمل على الجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي هو اللي يحقق سلام الشراكة. سلام الشراكة هو مهم جدا، اللي هو ترابط الجميع في عمل واحد. يعني مثلا يعملون في مصنع واحد، مثلا المصراتي والعجالي والسبهاوي مثلا والجنوب، جميع المكونات يعملوا في مكان واحد ويدافعوا على المؤسسة هذه الاقتصادية، ويقول له سلام الشراكة. يعني النتيجة كويسة فيقول لك هذا زميلي اللي يخدم معي، فيحقق ناتج كبير اجتماعي وتنموي اقتصادي. وهذا ناشد السلطات وخاصة الجانب الاقتصادي انه يدعم الشباب. اما يعني حيكون لها تأثير على مستوى الأمن؟ يعني طبعا اكيد اللي هو الأمن عنده تخصصات كثيرة، نذكر منها الجانب الاجتماعي، الأمن الاجتماعي، الأمن الثقافي، الأمن العسكري، الأمن الوقائي اللي هو السلامة. فجميع تضافر الجهود هذه، والأسيت آسف الأمن الديني حتى هو مهم جدا، والتشدبات الدينية الموجودة إحنا حاليا فتشكل خطر على الأمن القومي والأمن الإقليمي الموجود في الوطن. فالأجهزة الأمنية لابد أن تتفاعل بشكل كامل بشكل دقيق وتخصصي، وتبحث في القضية. مش يعني الأمن مش بندقية ولا يعني سيارة شرطة مجاهرة يعني مدرسة في شارع معين، لا، الأمن هو تخصصات كثيرة وجهود مشتركة. صحيح، تبدأ من الأسرة إلى فيما فوق إلى الدولة. شكرا، تحياتي لك. شكرا سيد منير. سيد أحمد، يعني أنت تعرف أن المنطقة الجنوبية تحمل الكثير من المكونات الثقافية والاجتماعية والمتعايشة منذ آلاف السنين، ف
في المنطقة الجنوبية بالكامل، وسبها نموذج يعني مصغر فيه جميع المكونات الثقافية، طوارق، تبو، عرب، أمازيغ، من جميع المكونات الاجتماعية بخلاف أي منطقة أخرى. يعني منطقتين الشرقية والغربية تختلف المنطقة الجنوبية كليا عن هاتين المنطقتين، كون المنطقة الجنوبية بها يعني مكونات مختلفة وبها ثقافات مختلفة، حتى من خلال الملابس، من خلال يعني الحياة اللي هي المستمرة في سبها، في المناطق، حتى في مناطق عيش هذه المكونات. كيف تشوف أنت استثمار هذه الجهود واستثمار هذه المكونات كشباب من مختلف يعني المكونات زي ما حكيت لك، ويعني على أساس أنها تجمع في مكان واحد لدعم أي مبادرة قادمة من أجل تحقيق الأمن، تحقيق السلم الاجتماعي، وتفهم المجتمع لأهمية هذه المكونات دون إقصاء. كيف تشوف فيها أنت كأحد شباب سبها وكأحد شباب الجنوب؟ بسم الله. أولا على سؤالك يا أستاذ حمدي، كيف ما تعرف أن المنطقة الجنوبية مختلفة عن المنطقة الغربية ومنطقة الشرقية؟ المنطقة الجنوبية يعني أغلبية سكانها هي من القبائل ومن المكونات، من العرب، من الأمازيغ، من الطوارق، ولكن نحن جميع القبائل في منطقة جنوبية. يعني أعطيك مثال بسيط، مثل شبكة العنكبوت، يعني تربطنا جميع العلاقات، سواء علاقات اجتماعية أو علاقات أخرى، ولكن نحن قبائل المنطقة الجنوبية وبالتحديد سبها في بيننا شبكة عنكبوت تجمع جميع القبائل. ولكن للأسف الشديد دخلت الفتنة وأصحاب النفوس الضعيفة، وصارت بعض المشاكل مع بعض القبائل للأسف الشديد. هناك يعني أناس يريدون هذه الفتنة أن تكتر وأن تكون في مختلف القبائل، ولكن من أصحاب الناس الخيرة في هذه المنطقة قاموا عدة مبادرات في المصالحة، وفي عدة مناطق وعدة قبائل قاموا هذه بعدة المصالحة. ولكن رسالتي هي نوجهها لجميع الشباب، أن المصالحة وجميع مشاكل الثقافية والتوعوية هي تأتي من دور الشباب، أن الشباب نموذجي هو شباب الواعي، هو شباب المثقف، وأن نحن دور في إصلاح الضرر. أكيد أكيد، ويعني إن شاء الله بإذن الله أن تكون هذه أكثر من مبادرة في عدة مناطق، وإن شاء الله أن شباب الجنوب شافوا أخوتهم وأصدقائهم من جميع مناطق في ليبيا ورحبوا بهم بكل وساعة صدر ومحبة، ونتمنى أن تكون هذه المبادرة في أكثر من مناطق وليست هذه المبادرة الأخيرة. وبإذن الله تعالى خلال فترة قادمة، على ما أظن هناك تنسيقية عمل بين المجال الشبابية على مستوى ليبيا في الملتقى لشباب ليبيا، سيجمع فيه أكبر عدد من الشباب في مكان واحد. هدف هذا الملتقى هو جمع أكثر عدد من الشباب تحت غطاء شبابي موحد، بعيدا عن أي تيار أو أي جهة أخرى سياسية أو أي جهة أخرى ضد المواقف الشابة اللي هي أصل البناء وأصل جيل الجديد مصلحة الوطن. وللأسف في بعض الإشاعات خرجت هذه في مدينة سبها، وبالتحديد قبل وصول هذه القافلة من أصحاب النفوس الضعيفة، أن هذه القافلة هم تبع الأخوان المسلمين ومدعومة من عدة جهات وعدة أطياف، لكن نحن شباب ومعروفين، والشباب اللي جونا من جميع مناطق يهمهم ليبيا، لا يهمهم فلان ولا يهمهم حد تاني، ليبيا هي تجمع بالكامل. وجو الحمد لله ووصلوا في مدينة سبها، وتم استقبالهم في عدة مناطق، في مناطق الجنوبية وفي مدينة سبها، وإن شاء الله تكون مش آخر مبادرة، وبارك الله فيك. سيد عبد الله، يعني في ختام هذه الحلقة أنا حاب نسألك عن مستقبل
هذه المجالس الشبابية المنتشرة في كامل ربوع الوطن، وكيف حتساهم في استتباب والاستقرار كون الأمن الركيزة الأساسية في يعني التنمية، في التطوير، دعم الشباب، دعم القدرات الشابة، الانتقال إلى ريادة الأعمال، الانتقال إلى ربما يعني مراكز متقدمة. لكن أنت تعرف أن الأمن هو الركيزة الأساسية في استتباب واستقرار الوطن. شن هي النظرة لمجالس شباب ليبيا المنتشرة في كامل ربوع ليبيا بخصوص هذا الموضوع؟ وكلمة أخيرا بمناسبة انتهاء هذه الجولة الأولى من حلقة اليوم. نعم أستاذ حمدي، لعل الكل يعرف أن نسبة كبيرة من شباب ليبيا منخرطين في الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية، ونسبة كبيرة جدا همهم وهدفهم بناء جيش وطني موحد ومؤسسة أمنية موحدة وبناء قيادات أمنية موحدة صراحة. ونحن نفتخر أن لدينا ضباط وعقداء وعمداء من الشباب، وهذا فخر لكل شاب ليبي صراحة. في هذه النقطة بالتحديد صراحة ندعو كل شبابنا المنضمين إلى التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة أن تقف وقفة جادة وأن تندمج في المؤسسات الأمنية والعسكرية وتقف في صف وحدة وتجمع وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. صراحة ندعو من هذا المنبر كل الشباب، احنا هدفنا شباب ليبيا بالكامل، نحن لا نقصي أحد. كذلك رسالتي من خلال هذا الملف باعتباري كجهة إرشادية لتوعوية خاصة بنشر فكرة ومبادرة تشكيل هذه المجالس، ندعم أي مبادرة تدعو إلى السلم الاجتماعي، تدعو إلى المصالحة الوطنية، تدعو إلى توحيد المؤسسات سواء العسكرية والمدنية والتشريعية. نعم، في توحيدنا ننتج قوة كبيرة جدا تساهم في بناء الشباب وبناء المؤسسات. ولعل التنمية تعتبر من أهم الركائز التي تدعم الشباب، نحن الشباب في ليبيا الآن محتاجين إلى تنمية، في تنمية بشرية، ثقافية، توعوية تساهم في توعية الشباب وتثقيف الشباب. في نقطة مهمة جدا جدا احنا غايبة علينا طيلة 8 سنوات صراحة، يعني ولعل الحكومات الموجودة الآن سواء الحكومة حكومة الوفاق أو حكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية لديهم عدة مراكز ثقافية منتشرة في كافة ربوع الوطن، لعل كل بلدية يوجد بها مركز ثقافي على الأقل، ولم تفعل هذه المراكز من خلال مجهزة بالكامل من مكاتب ومن معدات إلكترونية ومن صالات اجتماعات. لماذا لا تفعل هذه المراكز لكي يتم توعية وتثقيف هؤلاء الشباب؟ نحن في مبادرتنا ندعو ونجتمع مع رؤساء المراكز الثقافية لتفعيل هذه المراكز من خلال خبرتنا السابقة في نشر توعية الشباب. كذلك الشباب لدينا عدة مشاريع، منها أولا دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة للشباب في المستقبل لتخفيف العبء على التوظيف الحكومي لدى الدولة. نعلم أن الدولة الليبية لديها التزامات كبيرة جدا وخاصة في بند المرتبات، ولكن عندما يخصص جزء من إيرادات الشعب الليبي وميزانية الدولة لصالح دعم المشاريع المتوسطة والصغرى تفتح مجال لإنتاج مشاريع توظف بها الشباب. كذلك صراحة في الخطوة القادمة إن شاء الله لدينا مبادرات لتزويج الشباب صراحة، وهذه كلها يا أستاذ حمدي رأي أعمال تطوعية. الآن نحن داخلين يعني ما فيش أي دعم من الدولة الليبية صراحة، وندعو كل السلطات أن تقف معنا في هذا المجال. نحن خدمتنا، هدفنا خدمة الشباب، نحن بمثابة حكومة مصغرة لإنتاج قادة في المستقبل.
حكومة مصغرة مجال الشبابية من مجلس إدارة وجمعية عمومية تهيئ الشباب لأنهم يكونوا بإذن الله في المستقبل قيادات. يعني نطمح صراحة أن نحن ندعو الشباب أنهم يكونوا في السلطات التنفيذية والتشريعية لكي يساهموا في تعزيز وبناء الشاب النموذجي القادر على بناء الوطن. ولعل في مشروعنا من خلال المجال نركز على الثقافة، نريد أن نوعي الشباب في مشروعنا القادم صراحة. لعل نسبة كبيرة من شباب ليبيا اللي فاتهم سن الزواج ولم يستطيعوا بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية أنهم يكملوا هذا المشوار. فالفكرة الجاية هذا المشروع اللي حينطلق إن شاء الله في المجال الشبابي مشكلة بدعم تزويج الشباب اللي فاتهم سن الزواج. احنا ما نبوش مصطلح العنوسة صراحة، لنا تأثر منا والشباب كل ما تأثر منا وما نحبش نذكره، ولكن للأسف الشديد موجود لدينا شباب وصلوا سن اليأس في الزواج بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الحاصلة في البلاد، إنه وصل لسن 47 و46 ولم يتزوج. فنحن الآن هذا المشروع إن شاء الله حيكون في المستقبل. وكذلك ندعو كافة شباب ليبيا أن يمدوا يديهم لبعضهم ويتوحدوا ويدعموا المجال الشبابية، لأن هدفنا هدف مدني بحت. نحن نريد تأجيج فتن، نحن نريد تضمين جراح الليبيين، نريد توحيد صف الشباب، نريد توعية الشباب، نريد توحيد المؤسسات، ندعم أي مبادرة صالح لم وهدفها. كلمة أخيرة سيد عبد الله. في ختام حلقة أستاذ حمدي، أولا نشكرك ونشكر قناة ليبيا الحديث لتاحت الفرصة لإيصال صوت الشباب. وصراحة لا نريد هذه الحلقة بس تستمر، عشان نريد أن نكون برنامج مخصص للشباب صراحة. استطلاعات في الشارع الليبي، الشباب ماذا يريد وما ينقصه وما يحتاجه. نريد من الحكومات الموجودة الآن في كل في المنطقة الشرقية أو الغربية أن تهتم بشريحة الشباب صراحة. الشباب لا نريد أن يندمج في التشكيلات ويكون مواجه للشاب خوه الشابي ويساهم في زي ما نقول عرقلة مسار بناء الدولة. مشكور جدا. كذلك في ختام أستاذ حمدي معلش نشكر أهلنا وناسنا في جنوبنا الحبيب على استقبالهم وحفاوة كرمهم وضيافتهم. نشكر كل الجهات والبلديات اللي استقبلتنا طيلة مشوارنا في هذه المسيرة التي انطلقت من شباب جدابية مرورا بسرت وزليط وطرابلس وتاجورة والزاوية وصرمان والعجلات والعربان والقريات، والانطلاقة من بنية جميل صراحة كانت رسالة قوية بأن ليبيا وحدة واحدة موحدة بإذن الله. مشكور جدا. منير، يعني في ختام هذه الجولة كيف تشوف يعني في المبادرة الحقيقية لتغيير عقول الشباب يعني من خلال انخراطهم بشكل جيد لهن الورش العمل والبرامج، ويكون يعني برامج مطروحة حقيقية تساهم في تنمية الشباب وتساهم في بنائهم حتى بشكل مستقبلي، اللي هو كيف أنا نقدر ندير مشروع يشارك فيه عدد من الشباب وتكون فيه الاستفادة يعني على المستوى العلمي وعلى المستوى الثقافي وحتى المادي. يعني كيف يمكن للشباب أو للمجالس الشبابية أن تساهم في بناء جيل جديد من الشباب قادر أنه هو يكون معتمد على نفسه، مش معتمد على مثلا قطاعات الدولة نفس ما تحدث السيد عبد الله. دوركم أنتم كمجالس يعني في هذا الجانب. أولا اللي بنتكلمك على التغيير مبدئيا، التغيير دائما مصاحب لألم. الألم نحن نعيشه الآن، ولكن ما بعد الألم سيتجه الجميع للتغيير الحقيقي اللي تتكلم عليه أنت حضرتك قبل شوي. فالتغيير الحقيقي لابد أن يكون بالتدريب، تدريب سوق الشعب والدولة. لابد من التدريب في جميع شتى المجالات لكي الشاب يكسب مهارات في جميع المجالات. أي تطور. فمستحيل أن تطلق شاب وتقول له برا دير مشروع بروحك، فما يقدرش يدير مشروع بروحه، لازم الدولة تتبناها أو المجال الشبابي. احنا طبعا المجلس الشبابي اللي هو تأسس المدة الماضية، الهدف متاعه اللي هو تمكين الشباب وتمكين بالتدريب. لابد أن ندربوه تدريب صحيح
بدعم الدولة وبدعم رجال الأعمال لكي يخرج من بنتيجة كويسة ويتم خرق خرطة في المجتمع ويعطينا ناتج اقتصادي يعني حتى يبني ذلك عمل طبعا التشكيلات المسلحة والإغراءات المالية طبعا الإغراءات المالية يبتعد عليها وبعدين يساهم في العملية الأمنية ويقل جهد الدولة في ضبط الخارجين عن القانون. نبي نتكلم لك على حاجة مهمة جدا اللي هي توا المشاهدين اللي يسمعوا فيها حاليا دائما يطالبون بالأمن يقولوا نبوا الأمن والأمان. هذا السؤال الرنان اللي ديما نسمعوا فيه في الفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي وفي كل مكان. الأمن صدقني لن يستطيع أن يجي بروحه لما بتضافر الجهود، هذه رقم واحد. حاجة الثانية، المؤسسة الأمنية لن تبنى إلا بعد المؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية هي الأساس. المؤسسة العسكرية هي اللي بتحمي الوطن بحدوده وبتدير عيون الدولة اللي هم الاستخبارات العسكرية، وأنت تعرفها سيدي. المؤسسة العسكرية لابد أن تبنى في ليبيا بالكامل، بعدين تتم تفعيل المؤسسة الأمنية واللي هي دورها أمني وتحول للسلطات القضائية. الجيش دائما هو الذي يحمي، والشرطة وظيفتها تحافظ على النظام، لا نحمل طاقة الشرطة أكبر من مثل طاقة الجيش. يقول لها يعني بروا امشوا للميليشيا الفلانية عندها سلاح، الميليشيا الفلانية مثلا تحتاج إلى قوة كبيرة، مبرد الخشن والمبرد الناعم هو رجال الأمن والشرطة. المعاملة يعني التعامل مع المدنيين بطرق فنية وطرق علمية درسوها في كلية الشرطة، يعني ناس يعرفوا خبرة الأمن، يعني يتعاملوا بأسلوب، يعرفوا الخطط وإدارة الضغوط اللي عارفينها، ويعرفوا كيف يتعامل مع المواطنين بأسلوب جميل يعني. أما عن الموضوع اللي النقطة مهمة اللي بنطرحها عليك وأنت كده إعلامي تعرفها كويس أكيد أكيد، نبي نقول لك دور العلاقات العامة في استقرار المجتمع والإعلام. أكيد الإعلام سلطة رابعة في الدول الأوروبية ونعرفه، حتى في ليبيا يعني نقول لك السلطة الثانية أو الأولى. الإعلام يغير مسار الطريق من مظلم إلى مضيء ومن مضيء إلى مظلم. فنخاطب الإعلاميين والإدارات الإعلامية الموجودة في ليبيا أن نقول لهم روفوا بالشعب وخلوكم في صف الوطن وابتعدوا عن الإغراءات السياسية والاقتصادية والإشاعات والفتن، والتفوا حول مؤسستكم الأمنية والعسكرية لأن هي صمام الأمان وهي اللي بتفعل جميع الأجهزة اللي بعدها اللي تلي. حتى التعليم يتدخل فيه، لأن التعليم يبي أمن. الأمن وين نمشي؟ نمشي المؤسسة العسكرية بعدين نديروا مؤسسة أمنية. ما يمشيش تعليم بدون أمن، ما يمشيش اقتصاد بدون أمن، ما يمشيش تجارة بدون أمن، ما يمشيش أي شيء بدون أمن. فالأمن لازم المؤسسة العسكرية وندعموها إحنا كشباب، ونطالبوا دائما ونقولوا يا 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 رجال الوطن التفوا حول المؤسسة العسكرية. هذه بنقولها نكررها ديما لأن الحق وجعني الموضوع بصراحة يعني. ونشكر طبعا مجلس البلدي سبها للاستقبال، ومنظمة تمكين الشباب سبها، والمؤسسات الأمنية والعسكرية الموجودة هنا، ودفعتي طبعا الضباط اللي استقبلوني في مدينة سبها، ونحن الدفعة تحن وانت عارف ناس طيبين وناس أشراف وكويسين وبارك الله فيهم، وشكرا جزيلا لي. مشكور جدا سيد منير أبو حماري، عضو مؤسس لمجلس شباب اللاجئات، مشكور جدا. في نهاية هذه الحلقة سيد أحمد، يعني كيف تشوف مساهمة الشباب في تغيير الواقع من خلال التواصل الاجتماعي؟ نحن نعرف أن يعني هذه المساحة الموجودة الآن على التواصل الاجتماعي بإمكانها أنها تغير من الواقع شيء. يعني شفنا كيف تحاول بعض الصفحات الممولة أنها يعني تغير من الواقع، وفعلا غيرت ولكن للأسف إلى الأسوأ. كيف نحن كشباب نحاول أن نحن نشتغل وبجهود مكثفة لتغيير الواقع ولملمة جراح الوطن، ومن أجل يعني حتى بث أفكار ومشاريع وتشجيع الشباب على الانخراط في التعليم وفي الصحة وفي الأجهزة الأمنية، لكن بشكل سلمي بشكل إيجابي يساهم في بناء الوطن بشكل مريح ومستقبلي. فضل سي. أولا في الحقيقة عندي رسالة نبي نوجهها لبعض المسؤولين، سواء كان في المنطقة الجنوبية من نوابنا أو مسؤوليننا أو على مستوى دولة ليبية،
انهم يهتموا بالفئه الشبابيه بالفعل. يعني احنا خسرنا ما في كفايه من الشباب، شبابنا ضاع يعني بعدد لا يتصور، شباب ليبيا ضاع للاسف. والشباب حاليا نبوء جيل مستقبل افضل من السابق. نريد هذه المجموعات من النواب او من مجلس الرئاسي او من حكومة المؤقتة انها توقف وقفة جادة مع الشباب دعم. ربما احمد ان هذه المجالس اللي تتحدث عليها اللي هي النيابية والسلطات في ليبيا ربما زائلة، لكن أنا أتحدث عن دور الشباب في تغيير الواقع من خلال الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي والإعلام اللي هو الشعبي بشكل عام. أكيد دور الشباب ليه دور كبير ومهم، ضروري الشباب يدعي للسلم، يدعي للمصالحة، يدعي لفتح صفحة بيضاء جديدة من جميع الشباب. وأكيد بيكون دور كبير هو بإذن الله بيكون على الشباب. هذه المبادرة اللي أتوا بها شباب من المنطقة الغربية ومنطقة الشرقية هي بالفعل حدث كبير أثر في نفوس شباب المنطقة الجنوبية. والحقيقة يعني هذه الزيارة ما نحكي لك كيف فرحت شباب مدينة سبا وبالمواطنين بالكامل. ولكن دورنا نحن الشباب دور كبير ودور صعب، ضروري أن نصبوا إيد واحدة، شباب جنوب شرق غرب ليبيا تجمعنا بعيدا عن جميع الإشاعات اللي تطلع من اسم الشباب. شباب الواعي، شباب المثقف أكيد بيكون فاهم موضوع الشباب، أكيد بيكون فاهم كيف بيبني بلاده. وإن شاء الله وبإذن الله وبإذن الله أن الشباب يكون ليه دور كبير في بناء وطننا. وفي الختام الحقيقة هناك بعض الجهات مثل الجهة الدعم المركزي التي قامت بحماية هذه الوفد حقيقة لها كثير الشكر، مديرية أمن سبا، القوات المسلحة العسكرية، بلدية مجلس بلدي سبا، حكماء ومشايخ بلدية سبا، وما ننسى حد جميع أطياف وقبائل وشباب داخل مدينة سبا. وإن شاء الله تكون أكثر من مبادرة تطلع من عدة مناطق، من منطقة غربية، منطقة شرقية، منطقة جنوبية، وإن شاء الله ربي يلملم الماء ويلملم الشمل جميعا يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة كانت يعني ندوة حوارية مع مجموعة من الشباب، وتطرقنا فيها للحديث حول قافلة بوادر الخير التي كانت يعني قادمة من مدينة، من عدة مدن في المنطقة الغربية ومدن في المنطقة الشرقية، قادمة إلى مدينة سبها لدعم مسيرة البناء والعطاء في المنطقة الجنوبية. أنا حاب نشكر السيد عبد الله عويدان رئيس اللجنة التسييرية لتشكيل مجالس الشباب في ليبيا، مشكور جدا. وحاب نشكرك سيد منير أبو حمالي عضو مجلس أو عضو مؤسس لمجلس شباب لجيلات، والشكر لك سيد أحمد السنوسي رئيس مجلس شباب سبها. مشكورين جدا شباب على هذا العطاء وعلى هذا الدور الكبير، وإن شاء الله بإذن الله نحن نشوفكم في يعني برامج متقدمة ومتطورة بعد إنهاء الأزمة في ليبيا. بالفعل كانت هذه يعني مواقف شبابية جادة، أنا أتمنى أن نشوف يعني نشوفها في عدة مدن في عدة مناطق لدعم الاستقرار، لدعم الأمن، لدعم الاقتصاد، حتى تنهض ليبيا بشبابها وكل يعني الأمور اللي هي السياسية والدائرة والحاصلة الآن بكل تأكيد إنها زائلة، لكن البقاء للشباب ويعني المستقبل للشباب. مشكورين جدا، ونشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة، الزملاء إبراهيم الوافي المصور ومحمود بن مصباح، وأشكر يعني مدينة سبها والمنطقة الجنوبية، وأشكركم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء. We'll be right back.
وهذا جيش ليبيا كل منا، هذا مش جيش شخص والله، شخص جيش قبيله ولا جيش شو اسمه، هذا جيش ليبيا بالكامل من شرق الغرب من شمال لجنوب. الجويلي والسراج وهذا موضوع يعني خلط اوراق، حاولوا ان يعني بعثوا الوضع الامني اللي استقر في الجنوب بفضل قواتنا المسلحه بفضل رجال الشرطه، عباره عن فتنه بيخلقها. اني وينك من 7 سنوات بالله، هو اللي مخطفوه في 7 القبيله اللي ما صار فيها خطف، وين القبيله اللي ما صارت فيها كل يوم مشاكل عندها الساعة في حاجات من بيد الجيش، وبعد تجي تقول لي غاز وبنزين وحاجات هذين، وين السراج؟ يعني ما خطر عليها إلا تو بعد جونا جماعة الجيش فعلا، وحسينا صح أن فيه أمن وأمان.